منال عالم معاكم. إزدان مول حسيت في مكان عائلي يجمع هيك كل أفراد الأسرة. حسيت اهتمام شديد جدا جدا من كل الزوار وكل الضيوف اللي قابلتهم. الجمهور كانوا مبسوطين ومستمتعين. الروائح الشهية هيك فتحت نفسهم على الأكل. البرنامج كان منظم جدا جدا جدا. كل خطوة عملناها كانت مريحة. التجهيزات اللي طبعا يعني إدارة إزدان مول مشكورة قامت فيها من فترة طويلة كانت رائعة، والحمد لله يعني كل الترتيبات مشيت بشكل ممتع جدا. طبعا في رمضان بننصح دائما، أو أنا شخصيا بنصح بتناول الفواكه المجففة بكثرة. الفواكه المجففة مفيدة جدا، نسبة عالية من السكريات اللي نقدر ناخدها من الفواكه، بالتالي مش هنحتاج سكر، ونبعد عن المأكولات المسكرة زي القطايف والكنافة أو أي شيء مضاف له سكر على شكل شربات أو قطر أو شيرة. فبنعوض السكر باستعمال الفواكه المجففة مثل التمر، القراصية، المشمش، التين. فبنصح دائما بزيادة الاهتمام بهذه الأصناف أثناء رمضان. طبعا أنا قدمت قبل كتاب يشمل المطابخ بعدة أنواعها، بس بلاحظ كل ست بيت بتحب تهتم أكثر بالحلويات، وكان الحلويات الشرقية هذا ناقص عنا في عالمنا العربي، لأنه في كتير أسرار في المطبخ الشرقي ما بنعرفها. فعشان هيك حبيت يكون كتاب مخصص فقط للحلويات الشرقية، كتاب مميز، مع أني حاولت هيك أدخل فيه بعض الحلويات الغربية، كيكة أو بسكوتة، بس عشان يرضي كل الأذواق. ولكن إن شاء الله هالكتاب يعوض النقص الموجود في خبرتنا في الحلويات الشرقية. هو ما بقدرش أقول في اختلاف، في إضافات أكتر في كتابي هذا، شرحت أكتر تفاصيل دقيقة أكتر، لأنه الحلويات الشرقية مش الكل بيعرف أسرارها، فحاولت أني أعطي معلومات بتفاصيل يعني عميقة جدا جدا جدا، وخطوات مفصلة عشان فعلا ست البيت تنجح في تجهيز هذه الوصفات. إزدان مول أنا لفت نظري عندهم اهتمامهم بالكاستومرز. المول كتير منظم لطيف، جو عائلي وجو أسري، فاستمروا بهذا المنهج، الكل حيبقى سعيد في أثناء زيارة المول. لاحظت عندهم اهتمام بالنظافة، اهتمام بالنظام، الروح الطيبة هيك بتلاقي تعاون مع جميع فريق العمل. فتحية لإزدان مول، ورائع رائع جداً.